صباحا وزهورنا اتولدت فواحة يا رافع رايت الجبروت لن تلم فرع سنابلنا ولا صوتك غنوة بلابلنا لن تلم فرع سنابلنا ولا صوتك غنوة بلابلنا لو ليلك مرة يكملنا حجيلك شمسنا بالموت هنتشارك في فلوسك وبس. ليه بقى؟ كده طلعت في دماغي واني تبت وغتيت والا بتليفون صغير اضربه للمسؤولين وانت عارف مفتحين عينهم عليك. امال انت فاكر ايه؟ هسيبك كده مهني يا اما احميك يا اما امهيك. تكسب؟ طبعا اكسب. عرفت ولا ان انت ما انتش قدي ولا انت ايه بتقول ايه وجرأت تقولها بلسانك؟ القنبله قنبله ايه؟ تحب اسيبها تفرقع وتطيرك من على ظهر الدنيا يا خالي يا حبيبي ولا منعها من الوصول؟ طب وانت بالك بيها؟ مهانة القنبلة. انت يعني ايه؟ يعني بإشارة من صباع الصغير ده لفرقع. انت شفت ابني فين يا ولد؟ مش شغلك. تكونش فاهم انه جايب قنبلة واحدة 10 انواع من القنابل. 10 يا حاج. وكل نوع يضيع نص الدنيا. وصلت لابني ازاي وانا وفين؟ وانت مالك بقى؟ الفلوس والارض ولا القنبله؟ خلاص ما تعتهاش تاني. خلاص تكسب يا ابن عيشه. عرفت بقى انك مش قدي؟ ايوه بس كل ده يطلع منك يا ابو الحاج. يا ابو الحاج طلع غرفه يا ابو الحاج. هات يا فعلي غور يلا. حاجة يا حاج؟ ايوه في التلغراف ده. في ايه التلغراف ده؟ اقرا بنفسك. مشيت الا يكون قد وصلك خطابي وساصلك ومعي الاسلحة العشرة الذي لا يعلم عنها احد الا الله اعلم. لا يعلم عنها احد الا الله واني اللي هو ابني. لا يعلم عنها احد. مع السلامه. مع السلامه يا ابن عيشه. الاني القنبله جاتك نيله فيك وفي اهلك. ربنا يتمم لك بخير يا بنتي. ربنا يتمم لك.
رجاله يا رجاله الحقوا يا رجاله يا اهل البلد. كل واحد يقفل داره على نفسه الحريم بس، والرجاله تطلع على امه البلد. القنبله هتفرع يا رجاله، القنبله هتفرع. الحقوا الحقوا يا رجاله، القنبله هتفرع. وبعدين يا ماما هو انا هروح فين يعني؟ مع السلامه. اشوف وشك بخير. اشوف وشك بخير يا جدي. روح يا ابني مصحوب بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. خايفه خايفه تاني يا ماما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. روح يا ابني ربنا يفتح عليك ويكفيك شر نفسك. نفسي؟ أيوة نفسك يا ابني، لأن الإنسان لو انتصر على نفسه هينتصر على شرور الدنيا كلها. إن النفس أمارة بالسوء. اطمن يا جدي، دروس الأستاذ فاضل ودروسك محفورة في قلبي وعقلي. أنا هحارب النفوس الضعيفة بالأسلحة اللي معايا، واللي ما ينفعش هطلع سلاح تاني، وإن شاء الله الأسلحة كتير وكلها تنفع. موفق إن شاء الله يا ابني. إن شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماما أرجوك أنا ما أحبش أشوف عينيك دموع. طب ما أنت كمان بتعيط. انا ابدا. انت قول لي مين هيعمل لك لقمتك؟ مين هيغسل لك هدمتك؟ مش لو كنت سمعت كلامي واتجوزت كنت زمانك ريحت قلبي. ما تخافيش عليا يا ماما، انا هاكل وانام في الاستراحه، واولاد الحلال هناك كتير. طيب يبقى اتغطى كويس، الارياف برد. وبقول لك ايه، لو الوضع هناك مش عاجبك ترجع على طول، انا مش مستغنيه عنك. ولا انا اقدر استغنى عنك يا ست الحبايب. ان شاء الله يخليك يا رب. امشي بقى. انت قاعد معايا شويه، مستعجل على ايه؟ معلش الاستاذ فاضل زمانه قلقان عليا تحت. سلام عليكم. هشوفه تاني يابا، هو اللي راح مني خلاص. ان شاء الله صابر هيرجع سالم غانم يا بنتي. ريح قلبي يابا، هشوفه تاني ولا لا ولا لا؟ إن شاء الله. يا رب يا رب. بس تعرف نعمة وحشاني أوي. يا أبو الحاج ما عندي الحاج عيد، وهي مسلية نعيمة مرض زهران. شوية بدي وأبقى أروح أنا وأنت نطمن عليه. إمتى بس؟ بقول لك ايه، مع السلامه. انت وقف لحد هنا لحسن حد يشوفنا مع بعض. انت رايح على فين؟ انت ناس ان الليله فرح ابن الحلواني. طب سلام عليكم. مع السلامه. حواش مش اصول برضك يلبسها شبكه؟ لا الاصول لما يجي ابوه. مش عارف ابوه يتاخر ليه. هو مش ابوك وكل حاجه بتمشي على مزاجه هنا؟ خلاص يجي على مزاجه. نشوه هو ده وقته؟ تعرف ان دمك خفيف لما بتبقى متعصب؟ نشوه ارجوكي انا مش طايق نفسي. بقول لك ايه، اثبت يا حضره الضابط. حاضر حاضر يا غلبويه. عشي اخلي لهم الليله منيله ب60 نيله يعني. يا راجل بطل تفاصيل. اهلا اهلا يا عاشي. اهلا وسهلا. اهلا يا هنيه. يا الف مبروك يا الف نهار ابيض. عقبال سعيد يا اختي. ان شاء الله سعيد. دي ما تعرفش الفول. فوله ايه؟ سهل مدواته على رايك مش وقته. عندكم عشاء ولا انتوا علم قرداح؟ خير ربنا كتير.
بركة اللي انت جيت بالسلامة. اهو قضى ربنا علينا. اهلا يا عيشة يا اختي. اهلا بك يا حسنين يا اخويا. يا الف مبروك يا الف نهار ابيض. اما اروح ابارك للعرسان بقى قمر. قمر يا اخواتي قمر. لينوا على بعض. اللهم صل على النبي. حصوا في عين اللي شافكم وما صلاش على النبي. اللهم صل عليه. يا الف مبروك يا الف نهار ابيض. الله يبارك فيك يا احلى عمة في الدنيا. اما ال فين الاخطبوط الكبير؟ مين؟ هيكون مين يعني؟ احمد الحلواني. شت اسكت لا يسمعك. هو هنا؟ كتكم نيلي. كويس انني موردش لحد التلغراف ده. ما كانش هيبقى فرح من اصله. دي كانت هتقلب غم ونكد. لا كفايه نكد لحد كده. كويس اللي لحقتك. وانت فين يا علي؟ سايبني ومفرح ابني على بنت اخويا؟ اطلع. امال مين هيمشي معايا في البلد؟ ما انا كنت جاي عشان اقول. لا تقول ولا تعيد. فين حواش؟ حواش ما هو انا لما حضرتك قلت لي روح بلغ اهل البلد بالقنبله وسمحت الصغير والكبير وبعدين وانا راجع بقى وانا بقى بعد ما اطمنت بقى ان كل واحد واقف على رجليه وايديه وانا جاي ولا بقى. ولا 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 ايه اللي بتقوله؟ هو انا قلت لك ازعج اهل البلد يا ولد؟ ما هو سعادتك عايز كل واحد يقفل بابه على بيته والرجاله تطلع على امه البلد. يعني انا كنت هروح اخبط على دار دار واوشوشهم؟ الله يخيبك. اوشوشهم يا زمان العريس والعروسه خدوا خبر بقى. ايوه ما بس دي خالد بيه يعني دي الحكومه. السلامة. الله يسلمك. مبروك يا حسنين يا اخويا. الله يبارك فيك يا اخويا. ربنا يتمم لهم بخير ان شاء الله. مبروك يا بطل. الله يبارك فيك يا عم. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا عم. شاهي. ايه ده انت بتعمل كده ليه؟ اصلا لازم اعمل نفسي اهبل. ازاي يعني؟ ربنا يتمم لك بخير يا ابني. اقعد اقعد يا عروس. اقعدي. سلام قولا من رب رحيم. كتكوا المصايب على منظركم. اهلا اهلا يا ست زهرة. اهلا ست امنة. بقى انتوا رفضتوا ترجعوا لاني. احمدوا ربنا انا كنت عايز الموكوا تاني. كتكوا المصايب على خلاقكم. ده انتوا شوشكوا عكرة. شو خبر غدا منصر. اهلا اهلا مرطبنا اخويا حبيبي. الرجل وعمايله. مش انت اللي هبتي فيه وطردتيه؟ طردته تاني. اني ودي اقطم رقبته. هيجرح جرايح بس يا زهرة. انت هتنكدي عليا كمان ليله خطوبه ابني؟ اني قايمه وسايبه لك المطرح. عودي. ايه فيه؟ ايه فيه؟ ايه يا خلقمني؟ مالك يا اخويا انت؟ انت ساكت ليه؟ هل بت ما انت زعلان على ابنك ومراتك؟ مراتي وابني يا شلبي يا حبيبي يا شلبي حكم القوي. ايه يا ولد الهبل بتاعك دي؟ انت طول النهار والليل تضحك للست بعبط كده برضو ولا ايه؟ ايوه يا ابويا الحاج قاعدين نضحك على طول. ما تجيب قرشام يا ام مخروم. بقى على طول بتضحكوا. ويا ترى يا ست كم مره اديتي له قرش ابيض مخروم؟ ولا مره. انت فاهمه عبيط بجد يا حاج؟ فاهمه عبيط بجد. انا بتكلم جدي يا عرفان. وانا ما احبش حد يشوف جوزي بصوره مش كويسه، خصوصا انه احن انسان وارق انسان شفته في حياتي. الله 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 على الكلام. شايفه ولا الست بتقول عليك ايه؟ انا لو منك احطها في عينيا الجوز من جوه. ياك فاكر ان هو عبيط؟ بصحيح لما هو عبيط شيء ناس متمسكة بيه. ما تفهم يا حد؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت هتوديني في داهية؟ انا؟ ايوه بتقولي له كده ليه؟ لاني ما احبش حد يشوفك بالصورة دي. انت عندي حاجة كبيرة قوي عارفين. انا ده انا ضغط. ايه؟
نص مساء على قناة ذكريات. سلام يا دكتور، يا الف مرحب. الله يسلمك. محسوبك مغاوري تمرجي لوحدي. اهلا يا مغاوري. ايوه اتفضل يا دكتور. امال الدكتور ايهاب فين؟ الدكتور ايهاب يعني عدم المؤاخذه زوغ يعني. لازم عرف ان انا جاي. بس لا مؤاخذه عليك، يعني اتاخرت قوي وانت جاي. ده كويس قوي ان انا عرفت اجي. ليه هم بتوع القنبله قبلوك يعني؟ لا، ايه حكايه القنبله دي صحيح؟ وايه حكايه الجيش اللي واقف على البلد ده؟ ده سواق نزلني قبل البلد بخمسة كيلو، وفين وفين على ما لقيت عربية جابتني هنا. انت تحمد ربنا يا دكتور، اظني بقى وانت جاي كده شفت اهل البلد كلاتهم على السكة. ما هو ده اللي مجنني. اصل انت مش فاهم الحكاية، دي حكاية كبيرة قوي. طب احكيها لي يا مغاوري. انا اقولك، بس انا مش فاهم، اهل البلد يعني سابوك تخش كده؟ لا، هم سألوني، ما شفتش جيش وانت جاي، ما شفتش ناس عاملة زي النملة وانت جاي؟ اسئلة كده ملهاش اي معنى. ايه اللي هيجيب القنابل كفر النعيم؟ ده اهل البلد كلاتهم خايفين، بيقولوا ان فيه راجل جاي كده ومعاه 10 انواع كده من الاسلحه، وبيقولوا انه هيبيد البلد كلها. ربنا يستر، بس انا طبعا مش هيهمني يعني. هم عشان كده واقفين؟ طبعا، دي الحاله جيم في المركز والمديريه، مفيش نوم لا ليل ولا نهار، كله خايف من موضوع القنابل العشرة دول. انتوا خليتوهم كمان قنابل 10؟ انت بتضحك على ايه يا دكتور عدم المؤاخذه؟ عليكوا طبعا، ولو اني ده حرام. استغفر الله العظيم يا رب. ابوك شافني. يا نهار ازرق. بني احمد الحلواني، هتختم على قفايا السنين دي كلها؟ ومن مين؟ من عرفان؟ اطلعاني اللهبل؟ لا لا لا، ده العاش ولا كان، داني افرمه، داني حمسحه من على وش الدنيا مسح. ده انت عارف كل حاجة عن البلد يا مغاوري. امال ايه، هو انا صغير؟ ما هي اصل البلد ملهاش سيرة غير الحاجات دي. على كده بقى الناس لا شغلة ولا مشغلة ولا بدين على السكة. طبعا، امال ايه. قول لي يا مغاوري، ايه احمد الحلوان هلاقيه فين دلوقتي؟ معاهم؟ لا معاهم ايه، لا اصل انت مش واخد بالك، اصل النهاردة كده يعني عقبالك كده عقبال فرح ابنه حضرة الضابط خال. خالد اخويا، هو حضرتك تعرفه ولا ايه يا دكتور؟ ومين العروسه مغاوري؟ من البلد؟ ايوه من البلد طبعا، امال ايه؟ بنت عمه الانسه نشوى المحاميه دي. نشوى؟ طب تعالى معايا مغاوري وريني البيت وارجع انت تاني. دخلت قلبي من اول يوم شفتها فيه. عرفان بقى بنت البندر دي تتجوز عرفان ليه؟ وماله عرفان؟ عرفان بلاش الحاجات دي الله يخليك، دول فاكرينك عبيط بجد. انا نفسي اول مره شفته افتكرته كده، لكن هو مش كده بالمره. تعالي تعالي بنتي. يا امل الظاهر بيغير عليها. ربنا يسعدهم. دي كان حينهبل عليها الحلواني، قالوا سابته واتجوزت عرفان. يا اخي احسن. انت عايزه تعملي فيا ايه اكتر من كده؟ اطمن يا عرفان، محدش يقدر يمسك بسوق. ما انت اللي كشفتيني قدامه. مش فاهمه.
كل ده ومش فاهمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا دكتور. مبروك يا استاذ. الحمد لله على السلامه. اهلا مبروك يا نسنا. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا يا زهران. اتفضل يا دكتور. منور يا دكتور. الله يخليك دكتور الوحدة الصحية اللي هنا. معقولة؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيك يا نشوى. أنا سعيد جدا أن لحظة وصولي تبقى ساعة فرح ليكم أنتوا الاثنين رغم الكوارث اللي موجودة في البلد. بيت من ده اللي وقفوله لما دخل؟ ده لازم واحد صاحبهم وعزيز عليهم. كده طب مش يدوله لقمة ولا يشربوه حاجة؟ حالته صعبه قوي. لا انا ما اقدرش اشوف في الحاله دي واسكت ابدا. انا اروح اجيب حكيم الوحده الصحيه. سلامتك يا كبير. سلامتك. حمول حمول حمول. تعرف يا دكتور صابر ان كلامك وحشنا بقاله كتير. نشوي نشوي زهران داني بحبك وروحي فيك كده اهو. تعرف يا دكتور صابر ان نشوى بتعزك جدا وبصراحه انت انسان تتحب بصحيح. متشكر قوي. دكتور صابر وانا من الصبح عمال اقول هو لا مش هو هو لا مش هو والاخر طلع هو. هنيه هنيه. ايوه حسنيه. ايوه الدكتور صابر. ايوه هو الدكتور صابر. دكتور صابر اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا انت تبقى قدامي واني مش واخده بالي. اللي واخد عقلك يا ماما. ابوكي. الف حمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك يا حاج. عارف يا دكتور صابر انا دلوقتي حسيت بالفرحه بصحيح كملت بوجودك معانا. انا متشكر جدا على الحفاوه دي. وانت لسه شفت حاجه؟ اتفضل يا ابني اتفضل اتفضل. بقول لك ايه ما يلا بينا نروح بقى. ما لسه بدري. اسمع كلامي بدل ما يبعت حد يجروني من قفايا. طب اسلم على نشوى الاول قبل. يلا بس مش ممكن يا دكتور صابر. انت ايه اللي خلاك تيجي البلد في الظروف دي؟ ظروف ايه لا سمح الله؟ القنبلي. الدكتور فين؟ ايه دي يعني ما عملتش حاجه؟ ايه الدكتور فين يالا؟ لا في ايه؟ الحاج احمد الحلواني تعبان خالص. يا سلام. انت هتهزر وتسوي الهبل ولا ايه؟ ايه؟ بقول لك راح فين؟ ماني لسه موصله دلوقتي الدكتور دي لفرح ابنه حضره الضابط خالد. طب يا اخويا ادخل ادخل. هو متصرف عليه ماني موجود اهو. الله. ابو الحاج ابو الحاج ابو الحاج الحقونا يا ناس الحقونا يا ناس. الحقونا يا ناس الحقونا يا هون. الدكتور فين؟ خير في ايه؟ الحاج احمد الحلواني تعبان خالص. ابوي مش هم. ابويا ليه؟ انت عارفه اللي انت عملتيه ده معناه ايه؟ معناه الموت الموت. لا لا ارجوك ما تجيبش السيره دي. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ اهرب 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 اروح فين؟ اواجه الموت؟ ما انا لو واجهته هبقى بواجه الموت. ليه عملت فيا كده؟ ليه الدرجه دي واكتر من كده يا شيناس؟ هو خالك عوكل كان عايز ايه؟ مش كان عايز يوقعني؟ لكن انا قدرت اوقعه بدل ما يوقعني. تقومي تيجي انت وتوقعيني؟ يعني عايزنا اقف ساكته والناس بتقول عليك عبيط؟ ما يقولوا. هو الكلام عليه جمرك؟ وبعدين انا مش فاهمك. لازم ابقى عاقل في وقت واهبل في وقت تاني. خلاص خلاص انا اسفه اسفه. شهناز استر استر يا رب. حكمتك يا رب. بأحمد الحلواني ده اللي كان زي الجمل عمره مناخ يقع كده يمهل ولا يهمل. ان شاء الله هيقوم بالسلامة عشان خاطر عياله. يا فرساني يا فرساني في قلب انت من جوه. سلامة قلبك يا اختي. انت قلبك ده ايه حجر؟
جرى ايه ياما؟ وده وقته برضه، وقت خناق. هو الدكتور صبر اتاخر كده لفوق دلوقتي ينزل ويطمنا يا زهران. معقوله ليله خطوبتنا يحصل فيها ده كله؟ ايه الاكادي، كان كويس ومظبط، لكن تقول ايه؟ ربنا ما بيسيبش حد. ايه انت بتشتفي في اخويا يا هني؟ حرام عليكي، اخويا بخير يا اختي. ولا اكره يا عايشه، انا كان قصدي يعني ان البني ادم ما فيهش الا لسان. ماما عمتي عايشه مش وقته الكلام ده. ما انت سامعه كلام امك اللي غيظ ده يا عروسه، مش معقول اللي بتقوله ده يا اخوانا. مش كده الله، انتوا هتتخانقوا هنا ولا ايه؟ الله، الراجل فوق بين ايادي الله، ادعوا له ربنا يزيحه، قصدي يزيح عنه. ابويا بخير يا عم سالم. ولا ابدا اتملى غير كده، دي حتى اخر مره يقدر يقف فيها قدام قضا ربنا. تقصد ايه بقى يا ابني؟ انا ما اقصدش، احنا عيله واحده يعني لازم نبقى ايد واحده. الله، بص يا زهراء، انت وخالد تشوفوا ايه هي وراء ابوك وانا معاكم، ونحصر التركي وانا معاكم، ونشوف بقى ايه هي النقديه وانا معاكم، ونشوف برضو الاراضي والعقارات والبيوت كله وانا معاكم، وبعدين كل واحد فينا بقى ياخد حقه بشرع الله وانا معاه. ايه؟ محدش ضامن الحياه من الموت. جرى ايه يا عم سالم؟ جرى ايه؟ انت بتتمنى الموت لابويا؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ انت هتزرزر عليا ليه؟ الله، واني قلت حاجه؟ ما هو كلامك معناته كده. سامع يا عمتي؟ يا ابني اهدى شويه، ما يقصدش يا زهران، ولا هي تلاقيك كلام يعني ولا تلاقيك كلام؟ وبعدين بقى يا جماعه، الله، احنا في ايه ولا في ايه؟ عيب الكلام ده. طب ما انت اهو راجل بتاع قانون ونشوة، سيدي بقى قولولي إذا كنت أنا غلطت في حاجة. لا أنت مش غلطان، بس مش وقته الكلام ده. حاضر يا نشوة، أنا سكت أهو. إيه يا عيشي الله، ما تروحي تشوفي لنا لقمة كده مبلل بيها ريقنا من دار أبوك. الله، وإحنا هنزعل على الراجل بوشينا وبطننا كمان؟ يا سالم اسكت يا أخويا، هو ده وقته، ما تفضحناش يا أختي. مش قادر أصدق إن أبويا ممكن يجرى له حاجة، أنا عمري ما شفته بالشكل ده. كل شيء بإرادة الله يا ابني، والدكتور صابر فيه البركة، ده بلسم يتحط على الجرح يطيب، وإن شاء الله ربنا هيجيب على أيديه الشفاء. لكن ساعة الحلواني ما وقع، الدكتور صابر صرخ ولا أبويا؟ يكونش أبوه الأستاذ فاضل جراله حاجة؟ مش عارف يا هنية، وإحنا من لبختنا في أحمد أخويا نسينا نسأله على أبوه. وعن أمه كمان. خير إن شاء الله. ما حدش يقدر يمنع المكتوب ده، كاس وداير على كل الناس. طمنا يا دكتور صابر. كان نفسي اطمنكم، لكن هي فيها لكن. لا حول ولا قوه الا بالله. ما بعد الشر عليه، فلا الله ولا فعلك يا اخوي. طمني يا دكتور، ايه اللي حصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، ما تقلقوش. عنده ايه دكتور؟ بلاش عشان ما تقلقوش اكتر، انا الحمد لله عملت اللازم وهستنى معاه هنا. على فكره الحاله دي لو استنت عنده للصبح يبقى لازم يتنقل المستشفى فورا. تقدروا تستريحوا دلوقتي؟ يلا ولا بنتي امن نروح؟ كفايه كده يلا. ايه؟ لا انا مش ماشي، انا قاعده هنا للصبح لغايه ما اطمن عليه. وانا مش ممكن امشي من هنا. ايه انا فيها لحبيه، انا مش همشي غير لما اجيب خبر، قصدي اطمن عليه. يا حبيبي يا اخوي، يا حبيبي. ايوه عيطي يا عيشي، فكي عن نفسك، بشرة خير. ايه؟ قصدي شتا وتزول. يا جماعة اللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يمشي يمشي، أنا شخصياً مش ماشي. من فضلكم حد يجيب الدواء ده بسرعة. بس كل الأجزخانات دلوقتي قافلة. أنا هجيب الدواء يا دكتور، هروح للدكتور عادل، أصحيه من البيت عشان أفتح الأجزخانة وأجيب الدواء. روح أنت ياما. يعني اللي هطلع ليلة الأصل، أنا هقعد، روح أنت هات الدواء، تعالى يا بنتي أمرا ما شفتش نقعد فيها. اتفضل استريح يا دكتور صبري. معلش يا دكتور صابر، أول يوم تيجي فيني تعبك بالشكل ده. ده قدر يا أنسة نشوى. لا مؤاخذة يا ابني، نسيت أسألك على والدك ووالدتك، أصلهم بصراحة وحشيني قوي. بصراحة أنت أول ما صرخت وقلت أبويا أنا قلت الأستاذ فاضل جراله حاجة، وعقلي قعد يودي ويجيب. أبويا وأمي بخير الحمد لله، أنا أصلي أول ما شفت الحاج افتكرت أبويا على طول، بس لأول مرة أشوفه، قصدي يعني أول مرة أبعد عنه. ما تحملش هم يا ابني، احنا هنا ابوك وامك واهلك كلهم، انت صاحب فضل وما ينكرش المعروف الا قليل الاصل. اتفضل يا ابني. الفضل لله وحده. اتفضل يا ابني. اتفضل يا دكتور. لكن
قولي يا دكتور، احمد الحلواني بعد الوقعه الجامده دي يعني هيجي منه؟ هيعيش؟ الاعمار بيد الله. يا خساره. معقولة ده أبويا؟ ويوم ما أقابله أقابله كده؟ سيداتي وانساتي سادتي، نرحب بكم اليوم في مباراة في سنغافورة. لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى. دائما انت راجع عن مواقفنا. ايه الساعة الواحدة الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. Pardon, monsieur. Do you have an appointment? النمر الوردي يوميا 3:55 على قناة ذكريات. أتذكر سحر ماضينا وطيب العيش يرضينا؟ نصف قرن من الزمن في خدمة اللغة العربية. فانظر أيها القارئ الكريم إلى ما تقرأ وتأنى حتى تفهم ما تقرأ. آمن عبد الرحيم بالإخلاص وسيطر عليه الوفاء، وما من شاعر نأى عن الغزل كل نأي أو كاتب. وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقة. يا حبيبي ذكريات الأمس تهفو، أبدا أصحو عليهن وأقو. زاوية الكتب 8:30 مساء على قناة ذكريات. عرفان أنا مش عايز أعيش، مش عايز أعيش. أنا خايف عليك يا غالية. انت مش خايف عليا، انت ما بتحبنيش، انت عايز ابنك وبس. هو انا لو هحب ابني هحبه عشان مين يا شاهناز؟ انا بخاف عليكي اكتر من نفسك. اللي انت عملتيه ده بيعرضنا احنا الاثنين للخطر. شاهناز انا قبل ما اشوفك واتكلم معاكي حياتي ما كانش ليها اي قيمه، انما دلوقتي انا حاسس ان انا مش ملك نفسي، انا ملكك وملك اللي في بطنك يا غاليه. عرفان انا غلطت، أنا غلطت ومش عارفة أصلح غلطتي إزاي. يمكن جيت أفتخر بيك، يمكن لحظة غرور، يمكن لحظة كبرياء، يمكن لحظة غش، سميها زي ما تسميها. يمكن لحظة أنانية، ما فكرتش ساعتها غير في نفسي وبس، ما فكرتش اللي ممكن يحصل بعد كده. عارف قول عليا أي حاجة، لكن ما تسميهاش لحظة موت، ما تعتبرهاش نهاية المطاف. كان لازم هيجي يوم يعرف، اعتبرها نقطة البداية اتحرك منها. هحاول. هتحاول بإذن الله وهتنجح علشان خاطري وخاطر ابنك. نقطة بداية
كلام كويس، بس هبدا امتى وازاي وفين؟ ايه يا عقل؟ في ايه؟ مصحيني من النجمة بتقول لي في مصيبة. في ايه يا عقل؟ اهدى ونتكلم. اهدى؟ اهدى ده ايه؟ أنا قلت الشركة اتحرقت، الفلوس اتصدرت، البلد اتهدت، أرجوك أنا أعصابي مش مستحملة، اتكلم. أحمد الحلواني. ايه؟ أحمد الحلواني؟ مصحيني من الفجر يا عقل عشان تقول لأحمد الحلواني؟ قاعد في مكتبي بقالك ساعتين مستنيني عشان تقول لأحمد الحلواني؟ أرجوك اتكلم، أنا أعصابي مش مستحملة، إيه الأمر الخطير؟ أحمد الحلواني خد فلوسي وطردني، شهناز بنت أختي خدت فلوسي وطردتني عشان مين؟ عشان جوزها الحقير ابن خالك الحرام الصايع عرفان. يعني بعد ما كان في إيدي كل حاجة أصبح مفيش في إيدي أي حاجة. وبعدين؟ هي فيها وبعدين؟ أنا اللي طول عمري بسرق من ده واخد من ده على حساب ده واعمل عمولة ده على قفا ده، أصبح لا معايا لا ده ولا ده. هات من الآخر. أنت مش همك كلامي أبدا ولا إيه؟ شوية شوية أنت كمان تطردني. ما هقولة أطرد أستاذي ولي نعمتي، بس الأمر ما فيه إن أنا عايزك تقول المفيد عشان أفيد واستفيد. اسمع يا سعيد، أنت الوحيد اللي فاضلي، ولازم نحط إيدينا في إيد بعض ونقضي على أحمد الحلواني. اسمع يا عوكر، أحمد الحلواني ده يبقى خالي، وصلة الدم اللي بينا تمنعني من إن أحط فيه. وبعدين يا أخي هو ما ضحكش عليك لوحدك، ما هو ضحك عليا أنا كمان، حاولت ألعب عليه كشفني، قلت انفد بجلدي. مش حسيبك يا سعيد، هيفضل عيني على اللي عندك والا هاذيك بره. انت تطردني انا بره؟ انا ما احبش العب على الحصان الخسران، وانت بقيت ورقه محمد. مع السلامه يا عقل. كده طب انا خارج وانت البادي علي على احدائي. غبي، تشيلك وتحطك. لو انت فاكر اني هموت قبلك يا فيل انت. الحمد لله على السلامه يا سيد الرجاله. اخلص. حد كان يصدق ان الوعكه دي تقوم منها على رجليك بسرعه كده؟ الحمد لله على سلامتك يا ابو. الحمد لله على السلامه يا ابو. انا مش مصدق، انا بحبك يا ابو، روحي فيك كده اهو. وانا كمان مش مصدق، انا قلت انك خلاص هترتاح الراحه اللي هي. بركه يا اخويا اللي قمت بالف سلام. شفت يا مين؟ دي زي القطط بسبع ارواح. مش مكسوفه، هيقول علينا اهدب وقتي. يقول اللي يقول، احنا بنعمل باصلين. على فكره الانفعال بالنسبه لك مش كويس، احسن تطلع ترتاح وتاخد الدواء. نعم يا اخويا. وانت مين يا فندي عمال تحكم وتتحكم وتديني اوامر؟ انت مين؟ الله
وانزل عليك نايم في داري. طب دول كلهم اهلي، انت مين يا حومتي؟ ده الدكتور صابر. الا لو له بقدره ربنا ما كنتش قمت من فرشيتك. بس يا وليه خالص حسنين، لم مراتك عني من غير انفعال ارجوك. كونك وقفت على رجليك كده فجاه دي معجزه، واللي بتعمله ده خطر على صحتك. خلاص يا اخويا متشكرين، المهم تاخد اجرتك وتفارقنا. وهو ده جزاته انه فضل معاك لغايه الصبح يا عمي؟ لا بس يا بنت انت ما تطقيش خالص كانت الغم. وطبعا كتر الف خيره. كتر خيره، بس ده ما يمنعش برضه انك كافئ، ومش عايز اخد المكافاه، هو حر. وبعدين انا ليا معاكم كلام كلكم، بس لما اخلص من الاخ الغريب ده الاول. اتفضل خد فلوسك ووريني عرض كتافك. اللي بيني وبينك اكتر من فلوس. اكتر من فلوس يعني ايه؟ بيني وبينك حياه. حياه ايه؟ ما تفصل يا فندي عشان افهمك. يعني حياتك دلوقتي مسؤوله مني كطبيب. تشكر يا اخويا، برضو ده ما يمنعش انك تتكل على الله. يلا خد فلوسك وتقعد. ما تمنعش كده، ايه دي عجايب والله. هو منفوخ قوي كده ليه؟ وانت كمان يابا احرجته، هو كل حاجه في الدنيا الفلوس. يا سلام. الفلوس ولا يسهر جنبي طول الليل ببلاش يعني. كان ممكن يبقى في طريقه احسن من كده يا عمي، ثم انه دكتور الوحده ودي شغلته اللي بياخد عليها اجر من وزاره الصحه. ما انا قلت برضو ده ما يمنعش ان انا اكافئه، وعلى كل حال مش عايز المكافاه وحر. واهلا بيكم كلكم، اتجمعتوا عشان خبر موتي. وانت وهي خلاص كلكم عايزين تورثوني. انت بتقول ايه يا راجل؟ انت بالذات ما تنفعش، ده انت اول واحد يتمنى موتي. اسكت خالص. ايه قسمتوا التركه يا ست زهرة؟ يا راجل عيب ما تقولش كده، احنا بس عاوزين نطمن عليك. تطمني عليا؟ مش انت اللي سابق قبل كده كنت عايزه تقتليني بالسكينه؟ لما موتي يجي لك على الطبطاب هتزعلي من ايه بقى؟ يا راجل حرام عليك، ما تظلمش. شايفه اللي بتدافع عنه؟ بس خلاص انت مش عايز كلام. يا بابا ارجوك، الدكتور قال بلاش انفعال. بلا دكتور ولا بتاع، انت هنسكت، مش عايز حد يتكلم معايا. وبركه يا اخويا برضو انك انت قمت بالسلامه. يا راجل بلاش فرعاني، خلي ربنا يزيح عنك لحسن تقع المره الجايه ما تقومش. اخلصي خالص وكلكم بره بره، مش هتورثوني، ما حدش هياخد مني مليم واحد. لا 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 ليه كده؟ ما انت كنت كويس ولسه قايل هتدي كل حي حقه بالحق والمستحق. انت بالذات تتنقل تسكت، روح تشطر على ابنك اللي لهف منك 130,650 جنيه، بيديك كام مليم كل شهر ارباح؟ ابني بيتاجر لي فيهم يا احمد يا حلواني. يا راجل يا عبيط، ابنك ضحك عليك وعلى دقنك، وعشان انقيطك كمان انا ساعدته، وادي اللي خليته يخرج بالفلوس بره البلد. لا لا لا، هو ايه اللي لا؟ وعشان تعرف انك لا حطول منه ابيض ولا حطول منه اسود يا سالم. لا لا يا احمد يا حلواني، لا مفيش ابني يسرق ابوه ابدا يا احمد يا حلواني. ابني مش ممكن يسرقني. ما تكلمي يا عائشة. ايوه يا سالم طبعا لا يمكن يسرقك، ده بيوقعك في ابنك زي ما ولاده واقعين معاه، بيحسدنا على الامل اللي فيها سعيد ابننا. لا يا احمد لا، مالكش حق، سعيد ابني متربي يا اخوي. متربي؟ ابنكم ده حرامي ونصاب، بس حرامي من بتوع اليومين دول، نظيف افندي ببدله وكرافته. ليه يابا بس كده؟ احنا ما صدقنا كلهم يبقوا حواليك. بس يا انا مالكش دعوه خالص انت. ليه بس يابا كده؟ وانت اتحب بسكت انت كمان، ما انت سرقتني. سرقتني ولا سكت؟ كنت عايز احبيكم المكم حواليا عشان ابني اللي جاي ومعاه القنبله، وكنت خايف منه، لكن لا يجي يفرقعها فيك وقبل ما يفرقعها فيا. الله، ليه بتقول كده يا عمي؟ ايه وايه اللي حصل علشان ده كله؟ ايه هيحصل ايه اكتر من كده؟ انزل الى اهلي، انا العيله كلها متجمعه برابطه المعلم مستنيين موتي عشان يورثوني. لا ومش كده وبس، وجايبين معاهم كمان دكتور الصحه عشان يكتب شهاده الوفاه. وليه ما تقولش ان كلنا كنا عاوزين نطمن عليك، فضلنا قاعدين مع الدكتور وضحينا براحتنا علشانك يا عمي. ليه تفكيرك يروح لبعيد في الفلوس والشر والموت؟ يلا يا اهو خف وقف على رجلي تاني زي الرهوان. ايوه الرهوان، خلاص معاك بره بس. وانت على امك يلا، وانت يلا بره كلكم بره، مش عايز حد في البيت. يلا يا اخوان ما تنحليش، بره يا كل مصايب بره. اه
حضرة الضابط خالد. اهلا وسهلا. اهلا بيك، نورت الوحدة. منورة بيك، اتفضل. شكرا. صحة الحاج اخبارها ايه النهارده؟ الحمد لله. وبعدين بصراحة هو ده اللي جايبني، انا خايف اكون واخد على خاطرك من طريقة وياك. ده ابويا، قصدي زي ابويا، حد يزعل من ابوه؟ مش عارف اتفاهم معاه ازاي، كل ما اقرب له خطوة يبعد عشرة، وهو كمان ساعات بحس انه بيقرب لي خطوة وبرضه يبعدها عشرة. يبقى في حاجة غلط. غلط؟ غلط مني انا؟ مش مهم من مين يا خالد، المهم ان في حاجة غلط ولازم تتصلح. خالد قبل ما اتكلم معاك، في حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها، في خطورة على صحة ابوك. ازاي؟ مش فاهم. الازمة الصحية اللي جات له دي مش شوية، وكونه يقف كده فجأة مخلياني قلقان عليه اكتر. تقصد انها صحوة ال... لا لا لا، انا ما قلتش كده يا خالد. ابوك بيحب الحياة، قدر يقاوم المرض، لازم تخليه يرتاح ويبعد عن الانفعال، وإلا ارادته هتنهار تماما وجسمه مش هيستحمل. انت فاهمني طبعا. طبعا فاهم. انا ممكن اتابع حالته بس هو يقتنع انه مريض. احاول اقنعه. ده واجبك يا خالد، تحاول، ولازم تخليه ياخد باله من صحته شوية. ما بيدينيش فرصة يا دكتور صابر، وقبل كده كتير حصل مواجهة بيننا بسبب خلافات. غلط. مهما كنت في مركز قوة بلاش اسلوب التحدي معاه، لانه ابوك. ابوك بيبعد حتى الابوة اللي جواه. انت المفروض يا خالد بحكم البنوة تقرب منه، واكيد هتيجي لحظة وتتفقوا. ليه بتقولي كده؟ لان الدين والعرف بيقولوا كده. يا ريتك جيت من زمان. ليه، هو انا قلت حاجه غريبه ولا ايه؟ لا ابدا، بس زي ما اكون كنت محتاج لحد اسمع له. اديني موجود معاك يا سيدي وحدوشك. ايه يا جدعان، عايز ايه؟ الحق يا دكتور. ايه الحق يا ابني، مش مور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، انت هنا حضره الضابط بتعمل ايه؟